الخميس من 5 للـ6 متاع العشية. مساء الخير مساء الخير، مرحبا بكم كالعادة، رجعنا لكم في الحلقة الثانية مع من الأخر وديما جديد على أمواج إذاعة كاب أف إم. ما تنساوش أمواج 95.2 105.6 91.5، وكالعادة على الباج فيسبوك ولا شين يوتيوب راديو كاب أف إم بوانتين. اليوم موضوع مهم برشا، نرحبوا بضيفنا قبل كل شيء قبل أي موضوع نتراتيوه، أخونا ياسين الكندوز. مرحبا بكم، نرجع بعد الفاصل. مشاغل التوانسة، مرحبا بكم مرة أخرى. الموضوع اليوم الكشافة التونسية ما بين الماضي والحاضر. نعود نرحب بخونا وحبيبنا خونا ياسين قندوز، مؤثر كشفي عالمي، عضو الفريق الوطني للإعلام والاتصال بالكشافة التونسية. مرحبا بك ياسين. عايش خويا، عايشك طارق، فرحان برشا لين اليوم موجود معاكم في أول مرة في راديو كابا فام. تحية لكل مستمعينا وتحية خاصة لكل محبي الكشافة التونسية ولكل منتمين لها. مرحبا بك. اليوم الفرق الأولانية هي مشاغل التوانسة. اليوم نحكيو اخونا ياسين على الكشافه التونسيه. دونك انا ما نكذبش عليك، عملت ريشيرش صغيره، ما شاء الله تاريخ الكشافه التونسيه تاريخ كبير، مانيش انا باش نحكي عليه اليوم، لكن باش نطرقوا برشا حاجات وبرشا مواضيع ووضعيات. ما يخفيكش على حسب المعلومات، ما شاء الله اليوم الكشافه التونسيه تعد اكثر من 45 الف ناشط، معناتها ما شاء الله عندنا اكثر من 2200 فرقه، ما شاء الله معناتها على النطاق الوطني. ثم اللي يلمهم اكثر من 430 فوج، معناتها نفهم انه الفوج هو يلم برشا فرق، هذا هكا لا ستركتور اللي يرشيد نتاع الكشافه. دونك حاجات معلومه فريمون ستين اورغانيزاسيون، منظمه ما شاء الله انا اعجبت بها، ما نكذبش عليك انا كنت صغير نشط شويه في الكشافه في ولايه صفاقس، لكن اليوم حبيت نطرق خاطر حسيت ثم غياب ما يخص الكشافة. علاش حبينا نحكيو على الكشافة اليوم بمواضيع كبيرة للأمانة، خاطر دور الكشافة على حسب ما نعلم ونعرف اللي أنا صغير. دونك ثم تحية الكشافة هذه برشا حلوة، برشا أول درس نتعلموها، وتحية للكشافة والناس اللي تحب الكشافة. دونك ديفينيسيون صغيرة، أنه القوي يحمي الضعيف، أنه الصغير يحترم الكبير، وثم الإخلاص، ثم التضحية، وثم الصراحة. بالضبط، أتيك صح، والكشافة التونسية أكيد. دونك هذه الحاجة الباهية. دونك الكشافة التونسية سي بتيت بريزونتاسيون اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا على أمواج إذاعة كابا فيم. دونك عندها خمسة سانك أكس فريمون، حاجة باهية للطفل، هو التأطير صغيرنا، هو أنه باش نكتشفوا فيه، والتأطير الجسدي العقلي والروحي والانفعالي، هذه حاجة مهمة برشا، بالخاص خاطر لو كومبورتمون تاع صغيرنا في اطار التاطير. واكيد جدا هو الدور الاجتماعي للكشافه التونسيه، والكشافه نعاود ناكدوا هي منظمه عالميه، وتاريخ الكشافه التونسيه تاريخ كبير، وتو نرجعوا له تباعا. نعطيك الكلمه باش ما تكونش كلمه عندي انا، باش ما تغيرش خويا وسبير سبورتيف. مرحبا بك خويا ياسين. بالعكس، المنظمه نتاعنا منظمتنا الناس الكل، وانت ولد الكشافه التونسيه كيف ما كنت اكيد اكيد مونسيونيت معناها. الكشافة التونسية هي منظمة كبيرة برشا، منظمة شبابية بالأساس، كيف ما كنت أنت معناها لمحت أنه الكشافة التونسية موجودة في 24 ولاية. دونك ما شاء الله، هوني ما نقولكش الكشافة التونسية غايبة، لا بالعكس، اليوم الكشافة التونسية موجودة في من قبل موجودة في 24 ولاية، اليوم زادت أكثر موجودة، اليوم العدد نتاع المنخرطين نتاعنا قاعد في ارتفاع. اليوم نحكيو على 92 ألف منتفع من الحركة الكشفية في تونس فقط. من التاريخ نتاعها معناتها من اللي بدات. من اللي بدات يعني بدا. وقتاش بدات الكشافة التونسية؟ خلي المعلومات هذه مهمة برشا. التاريخ نحفظوه، نهار 3 مارس 1933. ما شاء الله. تكونت أول فرقة كشفية تونسية. بالضبط 91 داخلين في 92. شكون ياسين اللي بحق معناتها شكون اللي كان أول منظم ولا أول عمل كرياسيون تاع فرقة كشافة تاع الكشافة التونسية؟ بالنسبة للكشافة التونسية، الكشافة التونسية المسمى نتاعها ظهر في 1956، لكن تاريخ الحركة الكشفية توجدت في تونس بقادة توانسة 1933 مع القائد مصطفى الدالي يحيى، اللي هو محامي، اللي هو خذا الانيسياتيف انه ينظم اول فرقه كشفيه تونسيه في تونس، كانت 1933 في عهد الاستعمار معناتها. اي في عهد الاستعمار، والكشافه التونسيه عندها تاريخ كبير في مقاومه الاستعمار. ما شاء الله ما شاء الله. كشافه
كانت قبل 1933 موجودة بجمعية كشفية فرنسية، لكن كما قلت القائد مصطفى ديلي يحيى إلى بخي الانيسياتيف أنه تكون فرقة كشفية تونسية، وبدأت من 1933 وبعد تعدد الجمعيات الكشفية وتنشفها بشوي بشوي. أكيد أكيد. هو رأوه هي أول حاجة ما نقدروش احنا في ساعة من زمان ياسين وللمستمعين بتاعنا الناس الكل أنه مش نحكيه على الكشفة التونسية بتاريخها، ما شاء الله تاريخ ثري جدا برجالها ومستقبل كبير باشا زي. أكيد إن شاء الله المستقبل للكشفة التونسية ولبلادنا وناسنا وعبادنا. أكيد نتمنى كل خير أي منظمة ولا أي جمعية أنها تحمي وتأطر صغارنا، خاطر ما يخفاكش احنا اليوم نحكيوا على الكشافة التونسية اللي تأثر الصغار، دونك الطفل اللي هو على حسب معلوماتي الصغيرة أنه من بداية من سنة خمسة من الطفولة المبكرة. بالضبط، من الطفولة المبكرة من خمسة سنين يبدأ العمر في الكشافة، وبعدها عنا المراحل متاعنا إذا نذكروهم، عنا من خمسة لسبعة سنين اللي هما العصافير، من بعدها من سبعة لاثناشر سنة بالنسبة للأولاد عنا الأشبال، وبالنسبة للبنات عنا زهارات، من بعد الفئة العمرية اللي بعدها 12 17 سنة كشافة ومرشدات، وبعد من 17 ل 23 سنة الجوالة والدليلات. وبالطبيعة الكشافة التونسية يسفي تخللها العبد ما عادش يخرج منها، دونك هذاك عليه عنا قسم آخر اللي هو من 23 سنة الفوق اللي هو قسم الرواد والأحباء. الرواد نقصدوا بهم القادة اللي تمروا بالكشفية، والأحباء إنه ينجموا يكون قائد وهو صغير ما جاتش الفرصة، ما تحتلوش الفرصة إنه يعمل كشافة، ما يحب الكشافة، عنده أولاده في الكشافة، ينضم للرابطة متاع الرواد والأحباء وكهو. دونك الكشافة ريالمون ما عندهاش عمر. أكيد أكيد أكيد. دونك اللي يعمل نشاط في الكشافة دونك ما عندوش أوبستاكل بتاع عمر، من خمسة سنوات حتى ما شاء الله هو حر ليبر، مرحبا به في المنظمة ومرحبا به في كامل تراب الجمهورية. بالضبط. ما شاء الله حاجة مكسب وطني. أنا علاش أكدت على الحصة اليوم نحكيه على الكشافة، خاطر الهجس متاعنا هي وليداتنا والتأطير والتربية والأخلاق، خاطر أنا كي نشوف الدور الاجتماعي بالأساس نجم نقاوه في أي جمعية كانت للأمانة، معناتها كل ما جمعية تأطر صغيراتنا نقاهم ثم الدور الاجتماعي مم صغار ولا كبار ولا أنثى ولا ذكر سي تريز امبورتون. لكن اليوم كي نقى دور في الكشافة نحكيو على الأمور الروحية ولا الانفعالي، معناتها تطير الانفعال، معناتها لو كومبورتمون تاع الصغير. احنا اليوم نحسوا بصغيراتنا انه عندهم امونك، معناتها دو ستابيليتي، معناتها ثم نقص تأطيري في الكوتي الانفعالي، معناتها لهنا الضرب المضروب المشاكل، دونك ثم اجيتاسيون اجيتي الصغير. دونك الكشافة هنا يلفا أبسوربي على هذا هو دورنا. أكيد بالضبط. هوني احنا الكشافة حاجة مهمة نحب نقولها انه في الجانب الاجتماعي، انه احنا راهو في الكشافة أهم قيمة نزرعها في الأولاد نتاعنا اللي هو حب التطوع، اللي هذه يفرقنا على برشا جمعيات أخرين، أنه احنا التطوع بلاش وبالعكس في بعض أزمات وفي بعض الحاجات القائد يعطي من فلوسه ويعطي من وقته ويعطي من خدمته، دونك هوني الجانب التطوعي هذا يميزنا برشا على بقية الجمعيات، وذاك عليه هوني الكشفة التونسية وتوجدت قبل وموجودة تو ومازال إن شاء الله بتتواجد أكثر وبعدد أكبر. حاجة أخرى نرجع عليها اللي هي الجوانب اللي نخدم عليهم اللي كنت أنت وذكرتهم وكل الجانب الانفعالي. هوني ولينا برشا في الأولاد متاعنا، أني الرام من فرقتي، أني قائد أشبال، معناه أني قائد في العمرية متاع صغار في حمام سوسة، ما شاء الله. ولو عنا برشا معناها أولياء يجيونا يقولنا راهو البسي متاع ولدي ولا البيدياتر متاع ولدي راهو هو أنصحني أنه ندخلوا الكشافة على خاطر تقع عنده إيبر أكتيفيتي. دونك هوني وليت عنا برشا ديكا اللي هما يكونوا هكا اللي يقاول الواحد في الكشافة أليز ستابل. عنا الميتود متاعنا اللي هي معناها ميتود كشفية عالمية اللي هي الطريقة الكشفية، اللي هي طريقة واحدة عندها أسس متاحة، الأسس متاحة ذوكم يخليونا يعطيونا القدرة أنه إحنا ندخلوا الطفل هذاك في المجتمع المصغر نتاعو عن طريق الاساليب التربويه اللي نستعملوهم، انه هو يكون ستابل ولا ما يكونش ستابل كهو، ما يكون شخص مسؤول، ونحضروا انه يخرج للمجتمع ويخرج بمجتمع مغروسه فيه قيم ومغروس فيه سلوك، يحب البلاد نتاعو، يحب يعاون، يحب ياخذ الانيشيتيف، ويكون زاده ناجح في حياته، خاطر ابريتو احنا الطموح نتاعنا هو انه احنا نكونوا جينيراسيون نتاع دي جون انها هي قادرة انه تاخذ الانيشيتيف، تاخذ المشعل وتطور من بلادها. معناها الهدف نتاعها مانيش كشافة كهو، معناها الاوبجيكتيف نتاعنا انه احنا نكونوا باش نخرجوا للمجتمع، هذاك هو الاسبري. معناها انه احنا هوني دورنا مش يقتصر، اما دورنا يتركز في انه احنا نكونوا كل شخص الفعل باش يكون
فاعل في المجتمع نتاعو وميزة بارزة في حياته الشخصية المهنية يكون ناجح. أكيد هو لهنا أي جمعية بصفة عامة ياسين معناتها ونتفاعل معك إيجابيين، أي جمعية عندها الدور أنه تربوي إضافة تربوي أخلاقي أكيد جدا وتعطي الإضافة للشخص وتكوين. احنا لهنا حسينا بالكشافة أبار هذا الدور هو أكيد بازيك بالنسبة أي جمعية تمس الشباب وتمس صغيراتنا، لكن الكشافة ثم أن بليز حسينا أنه تحكي على الكوتي كومبورتمون، تحكي على الكوتي روحي، تحكي على الكوتي عقل لي كوتي معناتها جسدي بليز مع ويس في نورمال عقلي معناتها معارفي ثقافي. دونك ثم برشا ابواب تمس الكشافه في الصغير دو سورت احنا باش نكتشفوا فيه خصال، نكتشفوا فيه طاقه مخفيه في الصغير بالليزاكتيفيتي نسقلوها اكيد بالتاطير. لكن لهنا نحب نتطرق ونحب نسالك سؤال ياسين، تقول لي احنا ناطروا دونك القاده نتاع الافواج ولا نتاع الفرق اللي موجوده في الكشافه، نفهم من كلامك ثم تكوين خاطر سي با سي فاسيل باش كقاده معناتها قائد في فوج ولا في فريق انه لازم يكونوا عنده مؤهل عنده تكوين بسيكولوجي ولا تكوين مع تكوين باش يوصل معلومه يوصل كذا. دونك لهنا سؤالي طرح ثم تكوين ثم ديفورماسيون معناتها تصير لل معناتها الاخرين بالضبط فورماسيون تعتني بكل زاده فئه عمريه على روحها معناها عندنا حاجه كبيره في الكشافه اللي هو قسم التدريب وتنميه القيادات. تدريب وتنميه القيادات هذا في شنو يتمثل؟ في انه القائد باش ينجم يكون قائد فما مراحل يتعدى بهم، فما دورات تدريبيه يتعدى بهم والدورات هذوكم يخوها في الاختصاص نتاعو. اني مثلا توا في صيف 2024 عديت دوره تمهيديه للاشباء نتاع دونك في الدوره التمهيديه هذيك نقراو على خصائص المرحله الطفوليه نتاع الاشبال، كيف تتعامل مع الشبل، شنو ما الاحتياجات نتاعو، كيف تلبي الاحتياجات نتاعو، كيف طريقه التواصل مع الاحتياجات. هوني هذوما دورات تدريبيه يصيروا بكل مجالات نتاعو معناها كل فئه عمريه تصير، ودورات يصيروا على الصعيد الجهوي والصعيد الوطني وحتى على الصعيد العالمي نحكيو على تدريب معناتها لهنا ثم تنسيق. حبيت نتفاعل معاك ثم تنسيق ما بين المنظمة على نطاق وطني ونطاق عالمي. ثم دورة تكوينية للقادة وللناس اللي قاعدة تباشر وواقفة على صغيراتنا بالضبط. هيكل كبير هيكل كبير ومهم برشا تدريب في الكشافة التونسية. هذه للتوضيح لعائلاتنا باش هكا العائلة اللي تقول سايب عليك من الكشافة لا ما هيش حاجة اعتباطية، بل بالعكس احنا نشجع على العائلة التونسية الأم والأب باش يهز ولده وصغيره للكشافة التونسية خاطر ستين اورجانيزاسيون مهمة برشا للكشافة التونسية. بارك الله فيك خويا ياسين على الفقرة الأولانية. نرجعوا بعد الفاصل على البارتي صحتك بالدنيا مع الكشافة التونسية ديما متواجدين. بارك الله فيكم.